صباح الخير، ونبدأ النشرة بالعناوين. بوتين يعد أي محاولة لفرض حظر جوي فوق أوكرانيا عملا عدائيا، ويصدر مرسوما يوجه فيه بسداد ديون بلاده بالروبل الروسي. وفد أمريكي رفيع في فنزويلا لتحديد ما إذا كانت الحكومة مستعدة للتراجع عن علاقاتها الوثيقة مع روسيا. حسبنا الله يا أخي، حسبنا الله. شهيد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، ووسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن جريحين بعملية طعن في القدس المحتلة. الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يرجح عودة عبد اللهيان إلى فيينا لاختتام المحادثات النووية الإيرانية. أهلا بكم. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يوجه فيه الحكومة بإعداد قائمة بالدول التي تتخذ إجراءات غير ودية ضد المواطنين الروس والجهات الروسية. المرسوم يقضي بأنه سيكون للشركات الروسية الحق في سداد الدائنين من الدول المدرجة في هذه القائمة بالروبل الروسي، وذلك على خلفية فرض عدد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا إثر العملية العسكرية في أوكرانيا. بوتين خلال زيارته مركزا لتدريب الطيارين تابعا لشركة أروفولت حذر من أن أي محاولة لفرض حظر جوي فوق أوكرانيا ستعتبر عملا عدائيا، وشبه فرض العقوبات بحالة إعلان الحرب. نرى الكثير من التطورات ونسمع كما هائلا من التصريحات الغربية غير العقلانية بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وهي بمثابة إعلان حرب، وحتى الآن لم تحصل، وعلى الجميع أن يعلم أن عواقبها وخيمة جدا. أي محاولات لفرض منطقة حظر جوي من أي بلد آخر سنعتبرها مشاركة مباشرة في الأنشطة العسكرية تستوجب الرد. قرار وضع القوة النووية الروسية في حالة تأهب جاء ردا على تصريح وزير الخارجية البريطاني بأن الناتو قد يتدخل في النزاع، وقد اعتبرنا هذا التصريح بمثابة إشارة على التصعيد. الرئيس الروسي اتهم السلطات الأوكرانية باتخاذ السكان المدنيين دروعا بشرية وباحتجاز الطلاب الأجانب رهائن، وحذر من أن موسكو لن تتهاون إزاء أي خطر يهدد أمنها ومواطنيها. أوكرانيا تحاول العودة لامتلاك القواعد النووية. واجهنا تهديدا حقيقيا ونسعى لنزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النزعة النازية فيها. موسكو لا يمكن أن تتسامح مع أي خطر يهددها، وسترد من دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجهة المتورطة أو الداعمة لها. استطاعت القوات الروسية الحصول على اتصالات تؤكد تورط جهات أوكرانية بتفخيخ مركبات وسيارة. نطالب بإبعادهم، لا نريد عسكرة أوكرانيا، فالقضاء عليهم أمر محسوم. وينضم إلينا من كييف موفد الميادين إلى أوكرانيا عباس الصباغ. عباس، بعد التحية، ماذا عن المشهد الميداني في ظل تضييق الخناق عمليا على كييف؟ صباح الخير للمشاهدين الكرام. يعني ليلة كييف صحيح بأنها كانت شبه هادئة، لكن ما يجري خارج كييف وتحديدا بجهة الشمال الغربي على بعد نحو 20 كيلومترا تحديدا في بلدة فوتشا هي المحك على ما يبدو، لأن شهدت اشتباكات حامية بين الجيشين الروسي والأوكراني. هذه المدينة تقع بالقرب من مدينة إيربين القريبة أيضا إلى مدينة كييف، يعني هو المحور الأكثر سخونة. وتحدثت كييف عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى تلك البلدة، علما بأن كانت كييف تقول بأنها استردت هذه البلدة من الجانب الروسي. يعني هذه الجبهة الأكثر حماوة كانت طوال الساعات الماضية، وحتى يعني ثلاثة أيام بدأت هناك المواجهات عندما استولت أو سيطرت القوات الروسية على تلك البلدة، وثم استعادها الجيش الأوكراني. وبالأمس شهدت اشتباكات يعني حادة بين الطرفين، وهي المدخل
الشمالي الغربي لمدينة كييف. وبالتالي يعني من بات واضحا بأن الجيش الروسي يعتمد على شمال غرب كييف كمدخل، إضافة إلى شمال الشرق عبر البرافري ومن ثم عبر تشيرنيغف. أما في كييف فكان هناك نداءات لالتزام الملاجئ بعدما كان بالأمس يعني نهارا ويعني متوترا طوال الوقت كنا نسمع أصوات انفجارات تماما ودعوات للنزول إلى وهنا نسأل عن الواقع الإنساني عباس، يعني ماذا عن الناس في العاصمة كييف في ظل كل هذه الظروف، كيف يتدبرون أمورهم أيضا؟ يعني بطبيعة الحال يعني ما لا تزال وتيرة، يعني قبل قليل رفع حظر التجوال، يرفع عادة الساعة 8 صباحا، وبالتالي يخرج الناس إلى أولا التبضع والتموّن بالمواد الغذائية الأساسية وإلى الصيدليات، والقسم الآخر يتوجه نحو محطة القطارات التي تطرد الراغبين بمغادرة كييف من أوكرانيين وأجانب وعرب إلى خارج المدينة وتحديدا إلى جهة الغرب، جهة الفوف أو الفيف الأوكرانية التي هي على الحدود البولونية. بالأمس يعني كان الوضع أفضل نوعا ما، هناك بعض المواد الغذائية لم تكن موجودة خلال الأسبوع الفائت، وخلال أكثر من 8 أيام لم يكن هناك خبز في مدينة كييف. بالأمس حددت السلطات 4 نقاط لبيع المواد الغذائية وتحديدا الخبز، وكذلك لتوزيع بعض المواد الغذائية على الذين يحتمون في محطات مترو الأنصاف، والذي بطبيعة الحال هو متوقف عن العمل منذ أكثر من 8 أيام، وكل النقل العام متوقف عن العمل، وكل الباصات والحفلات هي في خدمة الجيش الأوكراني بحسب ما قال عمدة كييف بذلك لشكونا. شكرا لك موفد الميادين إلى أوكرانيا عباس صباغ. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد خلال مؤتمر صحفي أن النظام الأوكراني يعمد إلى احتجاز الأجانب والمدنيين كرهائن، مضيفا أن هناك معلومات تفيد بأن سلطات ماريوبل ترفض منح السكان الفرصة للمرور عبر الممر الإنساني. أبلغتنا جمهورية دانييتسك الشعبية أن سلطات ماريوبول ترفض إتاحة الفرصة للسكان كي يغادروا عبر الممر الإنساني الذي أقامه الجيش الروسي. هناك معلومات من خيرسون أنه عندما تم فتح الممر الإنساني أراد ممثلو وزاراتنا لمعاينة الحالات الطارئة مساعدة المدنيين على الإجلاء وإيصال المساعدات الإنسانية، لكن سلطات خيرسون رفضت قبول المساعدات. لافروف تساءل على ما يعول زيلينسكي الآن، فحلف شمال الأطلسي رفض الوقوف إلى جانب كييف. التصريحات المريرة لزيلينسكي مليئة باللوائح الاتهامية تجاه مجلس الناتو، متهمة إياهم بالتقاعس. إذا كان زيلينسكي في حالة ذهول لدرجة أن الناتو لم يتدخل من أجله كما كان يأمل، فهل يعني ذلك أنه يعتمد على حل النزاع عن طريق إشراك الناتو في هذه القصة وليس من خلال المفاوضات؟ زيلينسكي لم يتخلى عن خطته لإشعال نزاع بين الناتو وروسيا. السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف حذر من أن الخطاب المناهض لروسيا والشعارات التي تردد في واشنطن تشكل خطرا على الأمن العالمي وهي غير مسؤولة. أنطونوف أكد استعداده للقاء أي سياسي أمريكي لمناقشة طرق تعزيز الاستقرار الاستراتيجي بمن فيهم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس. وفيما جدد البنتاغون رفضه إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، أكد رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي أن إقامة منطقة الحظر ستقتضي محاربة نشطة للقوات الروسية. موقف ميلي جاء خلال زيارته لاتيفا، حيث قال من قاعدة أدازي العسكرية قرب ريغا، قال أن الولايات المتحدة جاهزة لمساعدة الدولة العضوة في الاتحاد الأوروبي. وعن آخر تطورات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع في العرض الآتي. أهلا بكم. مع تلاحق التطورات الميدانية واستمرار الأعمال القتالية في محاور عديدة، يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية في أوكرانيا، لكن مع استثناء جنوب مقاطعة دانييتسك غير الخاضعة لسلطة جمهورية دانييتسك الشعبية.
فمن ماريوبول وفولنوفاخا فتحت موسكو ممرات إنسانية وطرق خروج آمنة للمدنيين بعد إعلان وقف إطلاق النار، حيث أعلنت نظام الصمت للسماح بخروج المدنيين بالاتفاق مع الجانب الأوكراني. في هذا الوقت تشهد العاصمة كييف وضعا حذرا جدا ومتوترا وتقدما للقوات الروسية تجاهها من منطقة الشمال بريفاري وغوستوميل، مواجهات عنيفة شهدتها غوستوميل قرب مطار أنتونوب الذي سيطرت عليه القوات الروسية، وباتجاه الشرق بريفاري وصولا إلى تشيرنيغوف وسومي. جنوبا دخلت القوات الروسية ميكولايف التي تجري فيها حرب شوارع، وحقق الروس نجاحا في اتجاه فوزنيسيك، وفي إقليم دونباس تقدمت القوات الشعبية وسيطرت على مزيد من القرى والبلدات. العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا حققت أهدافا عديدة حتى اللحظة بحسب القوات المسلحة الروسية التي تحدثت عن تدمير 2037 هدفا عسكريا تابعا لأوكرانيا، من ضمنها منشآت ومنصات صواريخ ومحطات رادار. الأهداف المدمرة 71 موقعا للقيادة ومركزا للاتصالات، و98 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، وكذلك 61 محطة رادار. وجرى كذلك تدمير 66 طائرة على الأرض و16 طائرة في الجو، و708 دبابات ومدرعات، و74 قاذفة صواريخ متعددة، و261 مربط مدفعية ميدانية ومدفع هاون، و505 مركبات عسكرية خاصة، إضافة إلى 56 طائرة مسيرة. ميدانيا أيضا تكاد تكون أيام وليالي مدينة كييف متشابهة، سكون مسائي على الرغم من عدم حلول ساعة حظر التجوال، ووحدهم الصحفيون لا يتوقفون عن الحركة والكلام. تقرير عباس الصباغ من كييف. صفارات الإنذار تدوي، المدينة تعيش أجواء متوترة. هنا كييف عاصمة أوكرانيا، كل شيء في هذا المساء يشي بأن المدينة الجميلة لم تعد كما كانت. إنها الحرب بين الجارتين السوفيتيتين السابقتين روسيا وأوكرانيا. سكان كييف الذين لم يغادروا يسابقون حظر التجول ويهرعون لشراء ما تيسر من المواد الغذائية ويأملون نهاية سريعة للحرب. أعتقد أن الأمر يجب أن ينتهي، وهنا في وسط المدينة الأوضاع أفضل من المناطق الأخرى، فالحراسة مشددة ولا مجال لأعمال فوضى، ولكني أعتقد أن الأمور ستهدأ قليلا ولا أحد يعرف ماذا ينتظرنا. في وسط المدينة الساكن لا صوت يعلو فوق دوي أصوات الانفجارات سوى أصوات الصحافيين الذين اجتمعوا هنا لتغطية أضخم حدث منذ عقود طويلة. من القارات الخمس حضروا. أنا هنا منذ أسبوع، وأعتقد أن المرحلة صعبة في هذه المدينة التي تعد واحدة من أجمل مدن الاتحاد السوفيتي السابق. عمل الصحافيين في الداخل لا يختلف عما يدور خارجه. صحفيون منكبون على متابعة آخر الأخبار. قلت إن أوكرانيا تواجه الجانب المرير من الحرب، المنزل على وشك احتلاله من قبل الجيش الروسي، والجيش الروسي قريب جدا. جميع السكان في المدينة أقاموا حواجز تحسبا للتطورات المرتقبة. في هذا المبنى تجمع القسم الأكبر من الصحفيين. ساعة حذرة تعيشها العاصمة الأوكرانية كييف بعد ليلة متوترة واشتباكات على بعد نحو 20 كيلومترا من المكان المتواجدون نحن فيه في وسط العاصمة الأوكرانية. أما المرحلة المقبلة فهي رهن تحديد الجيش الروسي ساعة الصفر لدخول هذه المدينة ولتغيير مرحلة كانت الأسوأ بين الجارتين السوفيتيتين السابقتين روسيا الاتحادية وأوكرانيا. عباس صباغ من العاصمة الأوكرانية كييف، الميادين.
توجه مسؤولون أمريكيون كبار إلى فنزويلا يوم أمس للقاء مسؤولين في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وفق ما نقلت رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع. وبحسب المصدر الذي نقلت عنه الوكالة، فإن الزيارة تهدف إلى تحديد ما إذا كانت كاراكاس مستعدة للتراجع عن علاقاتها الوثيقة مع روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا. وتعد هذه الزيارة الأرفع لمسؤول أمريكي منذ سنوات إلى كاراكاس بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. علم مراسل الميادين أن خطة من 60 نقاط ستعمل بموجبها حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتنفيذ شعار على بوتين أن يفشل في أوكرانيا. الخطة تتضمن حشد تحالف دولي إنساني من أجل أوكرانيا ودعم جهود كييف في توفير وسائل الدفاع عن نفسها، كما توصي بتكثيف الضغوط الاقتصادية على النظام الروسي ومنع تأييد سياسة التطبيع التي تعتمدها الآن روسيا في أوكرانيا. وتشدد الخطة على اعتماد المسارات الدبلوماسية لتخفيف التصعيد، لكن شرط المشاركة الكاملة للحكومة الأوكرانية والبدء بحملة سريعة من أجل تعزيز الأمن والصمود في المنطقة الأوروبية الأطلسية. تشهد لندن اليوم تظاهرة ينظمها ائتلاف أوقف الحرب ومنظمة المناهضة للسلاح النووي، وسيدعو المشاركون فيها لوقف الحرب وتحميل بريطانيا والغرب مسؤولية إشعالها من خلال إمداد أوكرانيا بالسلاح. تقرير موسى سرور. لا صوت يعلو في بريطانيا فوق صوت المعركة في أوكرانيا، معركة يستخدمها زعيم حزب العمال لتصفية حساباته مع الجناح اليساري، ويتوعد كل من يعارض الناتو بالطرد من الحزب. تهديدات أدت إلى عدم مشاركة برلمانيين من حزب العمال في ندوة نظمها ائتلاف أوقف الحرب الرافض للصراع في أوكرانيا، ويحمل بريطانيا مسؤولية إشعال الحرب من خلال إمداد الأوكرانيين بالسلاح. بالرغم من اتهام ستارمر لنا بالسذاجة والضغوط السياسية التي تمارس ضدنا، ما زلت أعتقد أن الحملة الدولية المناهضة للحروب تعد واحدة من أكثر القوى الفاعلة للتغيير من أجل السلام والتقدم في العالم. سياسة كم الأفواه في حزب العمال لم تكن سائدة حتى في زمن توني بلير خلال الحرب على العراق. زعيم الحزب كير ستارمر أوقف التمويل عن قطاع شباب العمال وأمر بحجب موقعهم على تويتر وإلغاء مؤتمرهم السنوي بعد اتهامهم له بدعم ما سموه عدوان الناتو في أوكرانيا. جيرمي كوربن وبرغم الضغوط عليه ما زال يقود التيار المعادي للحروب منددا بسياسة الناتو ومطالبا الإعلام الغربي بإبراز معاناة الشعبين اليمني والفلسطيني. أقول للإعلام في الغرب بالطبع أتفق معكم في ضرورة نقل ما يحدث في أوكرانيا، لكن عليكم أيضا نقل القصف الذي يتعرض له الشعب اليمني. فبريطانيا لا تزال تبيع السلاح للنظام السعودي الذي ساهم في قتل الشعب اليمني. حزب العمال بقيادته الجديدة بات يتبنى توجهات يمينية في الداخل ويحارب كل من يعارض إسرائيل بذريعة معاداة السامية، سياسة أدت إلى انخفاض عضوية الحزب إلى الخمس فضلا عن وصوله إلى حافة الإفلاس المالي بعد إنفاق ملايين الجنيهات لمقاضاة المعادين للسامية. تحاول الأحزاب السياسية البريطانية شيطنة كل من يعارض سياسة التدخل في أوكرانيا، محاولة تهدف عبر هذه الأحزاب إلى محاربة من يعارضها وإلى تعزيز شعبيتها تمهيدا للفوز بمزيد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة. موسى سرور، لندن، الميادين. ومع استمرار العملية العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية يمضي الغرب في حرب العقوبات. لم تتراجع موسكو عن شروطها، فيما الاتصالان اللذان أجراهما الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ببوتين سلطا الضوء على المخاوف من الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي ستلحق بالقارة الأوروبية من جراء الأزمة. على طاولة الأهداف الروسية ضد الغرب لعب بوتين ورقة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، فدوت صفارات الإنذار الغربية لتفرض رزم العقوبات ضد روسيا مطلقة العنان للإمساك بعنق موسكو لمنعها من القيام بأي عمل عسكري داخل أوكرانيا، وصفة منتهية الصلاحية فشلت في ترويض الدب الروسي الذي باتت طلائعه العسكرية على مشارف العاصمة كييف.
يتغلغل الجيش الروسي أكثر فأكثر داخل المدن الأوكرانية، فيعيش الغرب لحظاته العصيبة في مشاهدة الأرتال الروسية في خيرسون وخاركوف وزاباروجيا. فالغرب يدرك أن لائحة عقوباته التي طالت كل ما يتعلق بروسيا بات عداد الموت يرسم ملامحه عليها بعدما ذهل الغرب من إصرار موسكو حماية أمنها القومي. التصميم الروسي على استكمال العملية العسكرية حشر خصومها في زاوية الأزمة، فالغرب يدرك أن الوقت لم يعد في صالحه وأن هامش المناورة والاستناد إلى العقوبات بات ضيقاً، خصوصاً أن الاستهداف شمل المصارف الأقل ارتباطاً بقطاع الطاقة، حيث يخاف الأمريكي من أن يؤدي انخفاض إنتاج الطاقة إلى ارتفاع أسعارها، وهو ما لا يصب في المصالح الاستراتيجية، يقول بلينكين. إرباك دفع ماكرون وشولتز إلى الاتصال مباشرة بالرئيس الروسي للتفاوض بشأن وقف العملية العسكرية في أوكرانيا، اتصال أوضح فيه بوتين شروطه للمستشار الألماني من ضمان حياد كييف النووي إلى القضاء على النازية الأوكرانية، فيما سلة الشروط لم تخلو من ضرورة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وبسيادة روسيا على القرم. إذن نجح بوتين مبدئيا في ترجمة أحد أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا، وهو إجبار الغرب على مزيد من الحوار وتقديم التنازلات للمطالب الروسية، على أن العقوبات المفروضة على روسيا ستؤدي لا محالة إلى إلحاق الضرر بأوروبا بقدر لا يقل عن الخسائر التي ستصيب موسكو. النازيون الجدد تعابير يدأب الرئيس الروسي وأركان السلطة في روسيا على ترداده، ويؤكدون أن شثاث النازية من النظام القائم في كييف أبرز أهداف العملية العسكرية. فمن هم النازيون الجدد؟ تقرير مهدي ديراني. شثاث النازية من النظام القائم في أوكرانيا هدف أساسي وضعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويسعى إلى تحقيقه عبر العملية العسكرية. الفلسفة النازية عادت إلى المشهد الأوكراني من جديد عام 2014، عودة بدت واضحة مع وصول نازيين جدد إلى السلطة، أما ممارساتهم وفكرهم فيعارضها حتى القوميون المتطرفون أنفسهم في دول أخرى، إذ لم يتردد النازيون الجدد بإحراق مبنى النقابات في أوديسا الذي تحصن فيه عشرات الأشخاص الرافضون للانقلاب حينها. تطور الأحداث عام 2014 شكل أرضية خصبة للمجموعات القومية والنازية المعروفة بالكتائب الطوعية. أما اليوم فها هم يعاودون التحرك بوتيرة أسرع في شوارع كييف وخاركوف ونشر راجمات الصواريخ فيها، وهو ما دفع بوتين إلى وصفهم بالإرهابيين وكشف مخططاتهم الهادفة إلى استجرار الضربات الروسية إلى المناطق السكنية على أمل إلقاء اللوم على موسكو فيما يتعلق بسقوط ضحايا من المدنيين. إعلان تشكيل فيلق للمقاتلين الأجانب في أوكرانيا جذب معه إرهابي داعش من الشرق الأوسط وأوروبا. الاستخبارات الروسية أكدت أن قاعدة التنف التي تحتلها القوات الأمريكية في سوريا باتت معسكراً لتدريب إرهابي داعش قبل إرسالهم إلى دونباس لمؤازرة النازيين الجدد. تحركات تشي بأن تصبح أوكرانيا مقراً جديداً لدواعش العالم والمتطرفين الذين تجمعهم مدرسة واحدة وجوهر واحد، لتبقى التساؤلات مشروعة بشأن مصيرهم بعد انتهاء المعارك وتداعيات التدفق هذا على أمن أوروبا. وصلت فجراً إلى مطار بيروت الدولي الدفعة الثالثة من اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا، ومن بينهم 93 طالباً عادوا من بوخارست، وكان ذوو الطلاب في استقبالهم في قاعة الوصول في مطار رفيق الحريري الدولي. وأفاد مراسل الميادين بمغادرة الأمين العام للإغاثة اللواء محمد خير في الساعة المقبلة إلى وارسو للإشراف على مغادرة ما تبقى من اللبنانيين. يعني شوي صعب شوي سهل، في قصف كان كتير، كانوا مسكرين طريق، طلعنا بالسيارة فطلعوا لنا من مكان ومثل انه رفعوا السلاح بس ما قوصوا، بس انه عم بيقولوا لنا رجعوا. كتير صعبة عن جد، نحن قعدنا يومين بالقطار ويمكن 16 واحد بغرفة واحدة،
والغرفة ما بتساع يعني أكثر شيء ثلاثة بتساع. حتى أوصوا علينا لما كنا بخاركوف حد النيكولسكي. كانت كثير صعبة، أخذت معنا تقريبا ثلاثة أيام لنقدر نوصل على الحدود الرومانية، وكان بس باص ترين باص ترين، عم ننام مرات بالباص مرات نضطر ننام على الأرض. فاصل قصير ونواصل.